الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الوارد في أن سورة قل هو الله أحد الإخلاص تعدل ثلث القرآن فهذا ثابت في الصحيح وغيره. أما ما ورد في سورة الزلزلة وأنها تعدل ربع القرآن فلا يثبت. وكذلك ما ورد في سائر السور من كونها تعدل كذا وكذا من القرآن لا يثبت إلا سورة الإخلاص.